هذا الاتفاق اللي وقعنا اليوم هو اتفاق يجي بمثابة استئناف للحوار من أجل إصلاح شمولي للتعليم العالي. النقطة الأساسية اللي فيه هي بطبيعة الحال نظام أساسي للأساتذة الباحثين. النظام الأساسي الحالي اللي كان في 97 هو نظام اللي رغم تقدمه بالنسبة لسنة 97، ولكن الآن نظرا لأنه لم يعد بذيك الجاذبية اللي خصو يكون، لا بالنسبة للناس اللي جداد عاد حصلوا على الدكتوراه، ولا بالنسبة للناس اللي عندهم واحد تجربة معينة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. احنا الآن بصدد تنزيل نظام أساسي جديد اللي غادي تكون فيه الجاذبية. بطبيعة الحال راعى حتى لواحد المراجعة ديال التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين. ثم هناك القوانين المنظمة للتعليم العالي باش هذه البداية هذه غتوصلنا إن شاء الله يد في اليد باش نوصلوا إلى إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي باش تكون في مستوى التطلعات ديال المغاربة. إنه لا تنساوش بأننا إحنا البلد اللي كان عنده أول جامعة في العالم، خصنا نرجعوا لهذيك المرتبة. تيلا ما رجعناش المرتبة الأولى، نرجعوا المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبالتالي خصنا جميعا نبذلوا واحد المجهودات باش نرجعوا الريادة للتعليم العالي ديالنا.